هاي جايز، كيفكن؟ اليوم رجعت لكم فيديو جديد من قناتي اسراء جيمر. اليوم بعد الفيديو راح نلعب لعبة بي كي اكس دي، بس اليوم مش زي ايام عادي، بس اليوم يعني ما راح اسوي خدعة وهيك، او راح اعيش انا عادية يعني بلعبة بي كي اكس يعني عادي، بس عجلة الحظ راح تتحكم بحياتي. طبعا هون راح العب بي كي اكس وراح اسوي الاشياء يلي راح تحكي لي يا عجلة الحظ اللي هي على اساس هون راح تكون. طبعا واليوم انا راح لحظة ايه طبعا انا اليوم راح اشوف مثلا اذا راح اكون اونلاين او اوفلاين، وعجلة الحظ دي راح تحكي لي اذا شو راح البس، شو راح احط، يعني كل هدول. بس قبل ما نبلش، اللي معنا مشترك بقناتي اشتركوا واحكوا لي اذا بدكم فيديوهات تطلع فيها وشي او لا، بس المهم اللي علينا اشتركوا وبليز خلينا نوصل اكبر عدد مشتركين، خلينا نوصل 60,000 مشترك، وشكرا لكم كثير على اشتراككم. بس هلا خلينا نبلش. طيب يا جماعة، وهلأ رح نبلش بأول شغلة يلي هي إذا رح أكون أونلاين أو أوفلاين. فرح نشوف يا جماعة عجلة الحظ شو رح تقول لإلنا. فأوكي بسم الله خلينا نبلش يا جماعة، رح ندورها شوف سلاحيتها. يا رب أكون أونلاين. الاشي اللي رح اسويه هلا هون، اوكي رح ادخل على السيتنز، رح احط حالي appear online. so okay now I'm online يا جماعة. ولا رح نسوي كمان عجلة تانية، اوكي نسوي جديد. رح نسوي يا جماعة الملابس. طبعا الملابس اول شي هون، اول شغلة رح نحط البدلة خضراء، وكمان البدلة زهرية، وكمان البدلة، لا مو البدلة، خلص خلينا نشوف مثلا القميص، النوب مو التوب، النوب والبنطلون، النوب كمان. البنطلون يعني كمان القميص النوب، والبنطلون كمان النوب، يعني هيك عرفتوهن لما نكون اول مرة ندخل على اللعبة. بعدين كمان عنا القميص او لبس القرش، لبس مو ليبي، لبس القرش بدلة ادمن. خلص هلا راح نشوف يا جماعة، نسوي القميص بدلة الادمن. وين رح نبلش يا جماعة؟ هلا سوينا الروليت، رح نشوف شو رح يطلع لنا، شو رح نلبس. سو اوكي جايز، بسم الله ندوره شوف شو رح يطلع. يما يما يا رب ما تطلع النور. يا جماعة طبعا انا already لبسيته، بس رح البس يعني كل شيء هيك، هاي اللبسة الخضراء، هتشيل الباك. اوكي يا جماعة، اوكي هيك خلاص ماشي. طيب ماشي كتير حلو. هلا يا جماعة رح نسوي البيت تبعنا. طيب البيت رح نكتب يا جماعة بس 1 2 3، يعني هون رح نشوف يا جماعة البيوت، رح نشوف مثلا هذا الأول، رح نكتب هذا 1، إذا طلع 3 يعني هذا هو الثالث، فهمتوا يعني؟ خلينا نكتب، أوكي هذا 1 إليك 1 2 3 4 5، كمان ليبت 1 2 3 4 5 6 7 8، طبعا عندي 8 بيوت، 6 7 8. وهلا خلونا نشوف اي بيت رح يطلع لنا، رح نحطه صح. يا رب يا رب يا رب. طيب اوه ماي جاد، طلع البيت رقم 6. رح نشوف 1 2 3
هذا هذا البيت اللي على شكل دي. يس كان حظ حلو لحد الان. تمام كنت تمام. هلا راح نشوف الحيوان. طيب راح نكتب هون الحيوان يعني اي حيوان بدنا يكون اليوني اليوني او نكتب الاسماء يا جماعة. كيكو شيكو عندي حيوان هابي عرفتوه. اي حيوان كمان نشوف عندي حيوان ارمي عندي حيوان كمان لحظة نشوف الحيوانات عندي دير بولر شو عندي كمان عندي يوتيوبر وميلا. طبعا عندي كتير حيوانات بس انا حطيت بس هدول يعني. اوكي هلا رح نشوف اي حيوان رح يطلع لنا. فبسم الله خلونا ندور العجلة. فا اوكي يا رب ان شاء الله يطلع لنا شي شغلة حلوة. معنا فلكو هذا راح نطلع. اوكي بسم الله وهلا راح نشوف اي مكان انا راح اروح لإله. اوكي يعني شو المكان او المكان اللي راح العب فيه او اللي راح اضل فيه اليوم اسمه الله يستر. يوسف كريزي الرن البيت براد براد بعرف اذا هيك صح عادي. كمان نشوف السكول سكول كمان ايش في كمان في حلبة رقص الدانس فلور الدانس فلور البيت يعني الهاوس لكم اكتب هاوس اكتب جاوس هاوس ايش في كمان الايس كريم كمان البحر يعني البيتش ايش في كمان التاور هذا المكان ما بعرف شو اسمه بس المهم جوس. في كتير اماكن يا جماعة بسم الله. اوه هذا الفي اي بي ستور ليكو في اي بي ستور ايش في كمان صالون حلاقة يعني الهير سالون ايش في البيت شوب البيت شوب البيت شوب ايش في بظن انه خلص. اوكي هلا رح ندور يا جماعة العجلة رح نشوف شو رح يطلع لنا الله يستر. بس نضل بشي مكان محبوسين زي مثلا سكول مكان يعني فيه البؤس. يا رب بتمنى انا الكريزي جاي احكولي انتو شو طلع احكولي الهير سالن. لك لا اذا رحت على الهير سالن يعني رح اسوي كمان يعني اي لون بدي اصبغ شعرات فرحة كولر. هلا دخلت يا جماعة ما شاء الله ما شاء الله رح اجلس هون وهلا رح ادخل على مكان الصباغة تبع الشعر. فا اوكي هلا بعجلة الحاد رح اكتب الالوان يلي فيه يعني اللون اللي رح اصبغ فيه شعري. اوكي رح نكتب الوان 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 رح نكتب الوان الشعر خلص اي لون بلش فيه ليكو زهري زهري. نشوف نشوف احنا اصلا الاساس يعني الوان اللي فيه اصلا. اوكي هلا عنا يا جماعه الرمادي رمادي رمادي اوكي عندنا كمان الرمادي الغامق رمادي غامق وعندنا كمان شو بيسمونه البراون اللي
ما بعرفه بالعربي، رح اكتبه بالانجليزي. براون. عندنا كمان الاشقر زي هيك، الاشقر. شو في كمان حواليكم فيو؟ عندنا شوف مثلا ازرق احمر، لكن شوف اخضر، هذا الاخضر اخضر مقرف. ايو اخضر نيون، نيون نيون، ما بعرف ليش بسميهم نيون، بس يعني انه فيها الكولرز نيون. بتعرفوا هذيك الملابس اللي بتكون فيها هون الوان وهيك، مثلا هذا اذا طفيت الضوء هذا بيضل هيك، بيسوي هيك الوان زي هذا اللون هذا بالضبط، هذا اذا طفينا الضوء بيصير هذا الوان. هذيك وهذا كمان نيون، سوي كمان احمر، احمر نيون كمان، احمر نيون. خلص هلا يا جماعة بنشوف الله يستر اللون يلي رح نسويه. اوكي ليكو انتو احكوا لي، خلص انا خلص، شوفوا انتو احكوا لي شو رح يطلع. يلا شو طلع، شو طلع؟ اخضر نيون. لك لا بكره هذا اللون. طيب انا بنشوف يا جماعه التسريحه عشان ما بيصير اسوي التسريحه. اوكي التسريحه يا جماعه التسريحه شعري الاصلي، يعني هذا الشعر هذا الاصل على الاساس هو باللعب يعني هذا. كمان نشوف شعر الاولاد، يخ بقصد شعر الأولاد معناته هذا. شوف كمان في الشعر ألفا. طيب نشوف هذا شو بيسمونه، شعر شعر دورة، شي كمان هذا الشعر اصلع تبع الاصبع، اصلع الاصلع تبع البنات، عرفتوه صح؟ وكمان في شعر شو بيسمونه هذا هذا شعر جمل، ما بعرف ايش بسميه، شعر جمل هذا شعر المخرج. هذا شعر الاندومي، شعر الاندومي زين او لا. خلص بقى يلا بنشوف هلا ايش بيطلع، يا رب ما يجي شعر الاندومي. يلا انا رح اغمض عيناي ما رح اشوف. احكوا لي يا جماعه لما يخلص، احكوا لي اسراء خلص شوفي. انت رح يخلص خلص صح، شعر دورة الحمد لله بهذا اللون يا جماعه. ليكو هذا شعر دورة هذا. بس هي عجلة لحاد والله انه بتقرأ الافكار او شو، لانه يا جماعة يعني لبسي اخضر وكمان هي اخضر نار، يعني اشي ناري شلالي دماري. والله كتير نار. خلص في كفي هلا يا جماعة، ضاير اخر شغلي لي التحدي، يعني شو هو التحدي اللي رح اسوي، تحدي الكريزي ران او تحدي البيت بران او تحدي ايش في يا جماعة؟ تحدي الدانس يعني اني ارقص، او تحدي اني ايش في يا جماعة؟ الجوس. وخلاص بيك يلا هلا رح نشوف اي تحدي رح يطلع لنا يا جماعة اليوم. عجلة لحد عدب عدبتني.
دانس. الحمد لله يا جماعة، يعني هلا هي تحكمت فيي شو بدي اسوي لها. هيك كاني رايحة على الدانس فلور وعم برقص وعم برقص. طيب يا جماعة لكم اليوم خلتني الشريرة هاي يعني اطلع معي حيواني ارمي اني اسوي هداك البيت، اني اصبغ شعراتي، اني ارقص، اني اسوي حالي اونلاين مشان يجوا المتابعة. والله كتير عذبتني كمان يا جماعة. بس هيك بنكون خلصنا فيديو اليوم زي ما شفتوا، اخر شي نهيته بهيك يعني صرت مع حيواني ارمي وهيك يعني انا عم برقص، خلتني ارقص، خلتني اسوي هذا الشعر، خلتني اكون اونلاين. هيو المتابعني هني متابعني مؤدبين، واو بحبكم انه هيك. ماذا لماذا لماذا سؤال طاب. اتمنى يكون عاجبكم، لا تنسوا لا تنسوا اشتركوا بقناتي منشان نوصل اكبر عدد من المشتركين. وبس اليوم والله ما بعرف ليش كنت كثير متحمسه هيك، يعني نسبه هذا الفيديو الحماس يعني كثير حلو هذا الفيديو، حبيته واستمتعت. احكوا لي رايكم اذا كانت التعليقات مفتوحه. بس بحبكم، باي.